محمد القائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لإعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا سورت حجرات دا آیت دو دا مال ما دو سیدای ملویسی هنک جی گوتبو دراغو امگانی دا والمراد بقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أمج بدري إن شاء الله دوامك. والمراد بقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إمام شريف خدای تعالی جرازی بتفسير في آیت هذا بمقصد بقوتنا خدا قد بلندك دنگي خوا سر دنگي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنگي خوا بسر ايمي نخن، يعني أنه شان إذا نطق وقته قد پیغمبر خبر دا ونطقت بوجه خبر دا فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته. لسر وبي لازم أن لا تبلغوا قول مثلا زيدان لكن بأصواتكم بدنگي خوا وراء الحد الذي يبلغه بصوته او بدنجي وي قد جيدا يسروي دنجيرا وندنجي خوا زيدا لكن مقصد بي ابا يعني بقدرك وبيجا پیغمبر سيدا بقدرك ودنجي وبيجا پیغمبر اوقا زيدا تري وي ونسر زيدا لكن وجوي سنوري دا باس لكن مثلا دنج چي شكلي دك جيدا وقت تفهم دكي زيدي ويناكي ويدنجي خو بلا يعني مو زيدي يبقى ويحسس بك جرام ومصانك انا من وان تغدوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وان تغدوا منها وقول نمت بك يعني باش نمت بك دنجي خو بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم بحيث تبقوا اشتغاليا بيخمر صلى الله عليه وسلم سرك اشتغاليا وربي يعني لو دنجكي نمس لو دنجي خو نمس بك وجهره وش دنجي پیغمبر گودها غالبتي باهرا من جهركم يعني غالب سر دنجي وبي حتى تكون مزينه عليكم لائحة حتى يقول مثلا يعني أيضا ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصب هنا عبارة نصب مزينه مزيته يعني أيضا ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم مزيته ويقول وفرق به لائحة أولوش كربي وفا في خنبر جواء أيديا وسابقته واضحة وسبقيته ويجي لسر وقولوش كريا وامتياز مني بيش كتنو يعني أو صا بيش يعني دو أول بيشي ويا يعني سر دا بيشي ويا وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلغ غير خاف مثلا وامتيازه وأيما پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرق لي جوا عن جمهوركم يعني جي تمامي و كشية الأبلغ غير خاف والله الفر من ميزان بتسخوش معنى كخوش جدر نفس سيدا أبيا أبا كشية الأبلغ حيوان كي مثلا سو سبي ونا سبي ورنجة كيدن سبي سو سبي ورش وكي بي بي نقشك او ابا شواب جهال طرفي دا خونيك او بلية او آرية جتبكا او سا اي پیغمبر جبرا جوا آيري بيا ادبي غير خافن تشية الابلغ غير نخفي بيا يعني شوا شكية ابلغ سورو سبينا مثلا حيوانا كي دنابا حيوانا دا بلية او شخف تخب نخفية او سا برا سابقية دا پیغمبر جي عليه الصلاة والسلام السر وين نخفي به يعني هركت جدوري باش بزعم بكم مسني و اوه يعني هو درنجي جوج هفدو ايليبن ول في خمبر جا فرق من ايليبن لا ان تغمروا صوته بلغتكم
نجو ون بشر دنجي تغمرو ون بشر صوته دنجي في خمر صلى الله عليه وسلم بلغتكم بقرب بالغه بسلب حنكي خبط نازقه وتبهروا منطقه بسخبكم وقولون مثلا شكرا بكن يعني منطقه نطقة في خمر صلى الله عليه وسلم بسخبكم يعني بيشت غالي اخوة لا قردي اخوة وبقوله ولا تجهروا له بالقول ومقصد في آيتها هناك بمثل قوتنا اخوة جيرا ولو شكرا شكرا ولو اتزاح شكرا خبر ندن دنجي بلن يعني انكم اذا كلمتموه وقت يقول بيغمبر خبر دا وهو صامت وبيغمبر يسكني به فإياكم حفظاخ بكن والعدول عما نهيتم عنه جبي تيقول نحيا وجهة تكرم وجبي تشتي درباس بدن حفظاخ بناك بكن جيتشي من رفع الصوتي قول دنجي خوا بلن بكن من عاقش بناك بكن بل عليكم بلكي واجبا للسروة لازمة أن لا تبلغوا به الجهرة الدائرة بينكم قو النجهن بفيش تغالي أخوة ويش كربونا قو دنابا ودو بخب خب حبر خبر دن يعني أخت غالية قو انت خبر خبر دن أو دنجيوا نوكو بي دنجي قو النابا حبت خبر دن وأن تتعملوا في مخاطبة إيوكم بيغمبرة عليه الصلاة والسلام خبر دن كيم تريج إيوكم بابرة بله يعني او دنگه بون پیغمبر خبر دن نو کو وی دنگه بون نابا هبدا با هبدا خبر دن بله و ان تتعمدوا في مخاطبته القول البين و بو او من مثل قصد بكن دمو خبر دانا پیغمبر خطاب ها پیرا القول البين او اشتغالي او لو شكرا اشتغالي او بليبي المقربة او اقو نيزي من الهمسي يعني ولو جي فسطة فسطة ولو هيدي هيدي قول ملبس كبتة بكي قول نيزي ويا الذي يضاد الجهر أو فسطة فسطة بشارتي قول بصدي شكرابوني مثلا شكرابو دان درد كبه هالكس فين دكي قول فسطة فسطة يعني بدزي قول خبر ددن قول أو ناز دي بناكي يعني كما تكون المخاطبة ويا برسول الله نيزي تبع نيزي وي خبر دانا ويا كون هيدي خبر ددن أبران نجي بخبر كما تكون مخاطبة المهيب المعظم عابدين بقوله عز اسمه وتعزروه وتوكلوه وكما تكون مخاطبة المهيب المعظم بيتشاوى خبردانا بإنسان ولو بهيبات وأول إيه مظن قمرب وارا خبر دي يعني اشتغال يوم بيشكلي دي يعني بزعم بن قول القرشة يكي مظن يكي بهيبة قول رسول خدا عليه الصلاة والسلام وعاملين بقوله عز اسمه ونعمل بك البيق وتنا خدا عز وجل بخير تعالى وتعزلوه وتوقروه في خنبر مظن بك وقدر قيمة بدنا في خنبر عليه الصلاة والسلام قدر يوي بقرن وقيل وخيلك قلتنا ولا معنى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض معنى بآيتها هناك يعني لا تقول له نبي جن يا محمد بنابي بيخنبر غازي نكني دا يا أحمد بنابي أحمد نبي جن وخاطبوه بالنبوة بيجن يا نبي الله يا نبي قدي قال ابن عباس عبد الله كرة عباس قداش ورازي بيقوتيا لما نزلت هذه الآية بوقت أب آيته وخذ تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض نازل بو قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله حزتي أبو بكر يا رسول خدا والله لا أكلمك والله أنا أشتغل بترى إلا سرائر إلا بدزي أو إلا أخذ سرائر إلى سرارة سرارة إلى زي بدزي بشاتي ترى خبر دم كي دي كابتر خبر دم ياجي أو أخذ سراري يعني ما كو تزيبوني أو مثلا او پشت پسته گو مره به خودت که حتی عبدالله یا بدزی یا برای بدزی تی حتی القى الله حتی اظهر ما حضور خدا من وعده گو بیش کیستر خبر دم وعن عمر رضی الله مطهره سیدا سر او دین مطهره نیسان دیه ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم
وعن عمر رضي الله عنه انه كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كاخ السرائر سراري سراري دبي حزت عمر رضي الله عنه خدار في پیغمبر خدار خبر ده نبدزي وكو براي بدزي فيه يعني لا يسمعه حتى يستفهمه جي نبها تسع كرن بهستن حتى قو طلبا في الكرني دقو ما كانت تشبه لا يسمعه بفيغمبر ندى سعكرني حتى يستفهم بفيغمبر طلبا فهمي جي تبو تقو تشانا طبا يدنين بلنكي يعني طلبا في الكرني كانت تقو تشد بيجي وكان أبو بكر إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت بيهب حزت أبو بكر جي وقت يقول هنا بدهاتنا زيارتها في خمبر عليه الصلاة والسلام يعني مثلا بغضوب مملكتها دهاتنا زيارتها في خمبر قبيلة يب مثلا فوستجي يقولوا قلوبك بحتنا أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون دشيان ده بيشياوان هناك يقول تعليمه وذكرهم ويتشاور سلامك مثلا ويأمرهم بالسكينة وأمر وإنسان أذكر هو وفتي قلت هاتنا زيارتي في خنبال بتشي بالسكينة تقوله ساكن والوقار بحرمة صايقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في خنبال يخدي بيشتغل والقاتل في خنبال بحرمة صايقي وشكو بسكين يعني حضرت أبو بكر تعليم أبان إنسان قلت هاتنا زيارتي في خنبال عليه الصلاة والسلام مملكة ولاتي غريب مثل الصحابي دشيان والتعليم أبان بيشكو بسكين وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهل نين مقصد جبدن دنجي بلنت يا مثلا دنجي شكراو ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة او ما يقوتي قسكرن بي و او انسان ولو بتشوكا يا يعني تحكي راويت كي تحنكي خبيت كي يعني كنت بدا قرآن سيدا بدا قرآن قلت لا ترفعوا اصواتكم ولا تجهروا بالقولي هذا يعني خطابه بالمسلمان ولا خطابه بالكافر رنين يعني دي ما بشرط ابي بعد شيء تبي تشمع لان ذلك كفر اقربوا مثل استخفاف واستهانه ولا قسكرين او قص مقصد وابي يعني رفع صوتي ورفع جاري قال شي بيغمبر يعني جبوا تخفيف حاشا بيغمبر واستهانه تابي هذا كفر يعني كان دي طلب جواب ما بيجي ورناك والمخاطبون مؤمنون يعني خدي تعالى ده آيات ده خطابي قاسي مؤمنات كي مؤمنة رد بيجي يوقتي بوش مؤمنة رد بيجي حاشا مؤمن لقو جبوني تنازو بجوبونا في خمبر عليه الصلاة والسلام وحنا كي خبيت كن بنجي خبيت لين كرنا وياخد بنجي مثلا شكرا وكرنا وإنما الغرب دو آنجح مقصد جدنجي بلن وجي مثلا زي بجم دنجي بلندو وجي شكربوني يعني صوت هو في نفسه او دن بخوا لنفسه وي دنجي او بلندو والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء او تشتي بجوية دنجي جوية قيرينية وي تيستن تيسع كرين غير مناسب نمناسبة لما يهاب به العظماء او اقول بارك شيء قاشي انساني مظن وملقاشي هيبته واناكي نمناسبة نلايقة ويوقر الكبراء وقوم انساني مظن حرمة صايدية واتيكرين نلايقة ويا نمناسبة ويناكي ناخو فيتكلف الغض منه ناخو انسان ويوري مثلا تكليف كرين لي ويوري امر كرين لي الغض منه قردين قفا نشبه كنكي بشيري نمسكي ورده الى حد ودنگي خبي بعد درما كيولو با يميل به وميلاوي دنگي تيكرن الى ما يستبين فيه المامور به او ما يغوتيش كركرن تيدا او تشتيغو امري كي بها تيكرن بولو بدي ببي جيتشي من التعزيز لا ترفعوا ولا تجهروا لما مريم يصدقني خذ جزم بك بكابين حدك يميل الى به الى ما يستبين في المامور به مامور به ترى بيان بيان كوكي خدا امر كبسا عندك تجي قصا خفيف صا سفك او بكي رسول الله بيعشنا بيرحسنا
كل دويدا جي يعني تعظيمه وحرمته صايغه بس اول على كبير هو اول امر يخذ بلدي من من التعزيز والتوقير ولم يتناول النهي ايضا شامل لها يا بني انما موجود سيدا خبر ده من هناك ولم يتناول النهي ايضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگه ده تبرين ملعب كريم ولم يتناول النهي ايضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله أبنية هاشا من نايبسة لرفع الصوت الذي لسروي زنجي بلن لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمبر في أزيتي نابيني يعني أو زنجي بلندك وما كان منه في أو زنجي ولو أو زنجي بلن أو زنجي بلندك وتحربيدا مثل خب إيرينياتك خزرتاتك ودنجي خب بلندك ها أو زنجا شامل لسروي نايب كيف خبرج بنا ازيتي نابيني بل كيف كيف انترنت ات ضعيفه مراد كريم ايرو بكيس كه ننجي ما درنت ات انترنت ات بريني جي رو بكيس كه يعني تليفون اخو بكره وبكه ياجع مجادلة معاند سيدا يا او تنجي بلندي قو مجادلة بإنسانك عنادية تكرم قو مرد يقوح بلندك او إرهابي عدو ياجبو ترساندنا نياركي دجمناكي قو مرد قيرينية ديدا او ما اشبه ذلك ايقو تشتي قو تشبهنا با وكو باناكينا ها اب النهي دنجي بلند شامل سر بانا ناي چقو پیغمبر خدا بوانا ازیت نابینه ففي الحديث الحديث ده پیغمبر ما علیه السلام انه قال علیه السلام لعباس بن عبد المطلب پیغمبر ما عباس کر عبد المطلب رجع اپی خر گوتیا لما انهزم الناس يوم حنين وقت مال رجع مثلا حرب حنين انسان مغلوب بو شکستن ومثلا حد پیغمبر صلى الله عليه وسلم جا عباس اقول اشرق بالناس قدن جي خبلن كقيرينية بكا قازي انسانا بكا وكان العباس اجهر الناس صوتا وحزتي عباسي جي انسانا الي قول الدنجي وينا ولو شكره بصوتا وينا مثلا بلند بو حزتي عباس بو بيخنبر صلى الله عليه وسلم جي رغوتيا قيرينية بدا انسانا قازي واقع دبي يروى ان غارة اتتهم يوما بهاتي رواية كرين بهنا تاهات وهجومي وابك فصاح العباس حزت عباس تيريني كريا يا صباحا يا قلي إنسانا مثلا أب إشارتا قباء ولايك هيا أدرومك هيا مثلا قازي وابك وقو بي مثلا شيار ببن رابن باتش فلان تشتبيا إذا بي فأسقطت الحوامل كرنا سيدا و هجومي بري جي انا جي ده اول شبق ضابط نسرت بدا يصبح يا صباحا يعني وقت ابو انسان المسجد ضابط سجي كيف شب ضابط بدا شبق ضابط فاسقطت الحوامل دبيوان بيدك بحملة جفدان جي حزتي عباس حملة خوابيت لشدة صوته يجبق ودنجينا زحف دجواره ويجيبوا ويناكي مثلا هالو جي هاتي رواية كرن وفيه يقول نابغته بن جادة نابغة كجا جادة جي شعر خدا وها قطيا وسمانا دنجي بلند سيدا تبد نابغة ناس بيلك سيدا بنو نابغة ظلام يقول نابغة بني نابغة بني كوري جادة بني جادة فدلا بني جادة سيدا بني بلي زجل أبي عروبة سباعة إذا أشفق أن يختلطنا بالغنم دبي زجل أبي عروبة
بمنع كل بعروة السباعة منعها براك إذا أشفق وقت يقول ليش بون بر أن يختلطنا بالغنم قوار صادر ميشي فاس بكن وتبلي فاس ببن ببي مثلا أبي عروة قيريني كريا مجبور يعني أبي عروة كفيني حزتي عباس بلي شيمية. يعني قوما تبالي دان مرات دنجي بالندو إذا تبيزا عما تبيواتو يعني عباس دنجي بر بالندو دمك بلي دبيزا عما تبيواتو دبي الراوية زعم كريا قلت إن أنه كان زد يقتل سباعة على الغنم دبي منع قراء بكر جبص بيدنجي إذا فيفتق مرارة السبع في جوفه دبي روبي وقراء جطفسة تقيا حدود بردان سيدا يعني مرارة السبعي سيدا يعني الزرابي وان دقتيا نكو عدية وان ان شاء الله بكم ماسي ضرب الطاقه تي تربن عضون ان شاء الله ماسي بله وقت ماسي د شنو د ديناميت تا دج نه وانا کی چته کی ګور تقینی بکې ته دي چا او ماسي زراوی وان قطی بسر عادت کوین هاو کار نه حرکت بکین د مکی او ګرجی بدوی دنګی او زراوی وان قطی او د دریا د رافیا هاو کاری بل بلا خپل پس بده نو وفي قراءة ابن مسعود قراءة عبد الله بن مسعود أب آياتها هاتي خوندن لا ترفعوا بأصواتكم بباي هاتي خوندن والباء مزيدة يعني محزون بها حزمة التجديدة في قول الأعلم الهزيلي والباء مزيدة أبدأ بأصواتكم ببي زيدية محزون بها حزوة التشديدة في قول الأعلم الهزلي يعني دقاشة و وقا وقا يعني تشديدة وقا 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 شداء في حذكرني يعني أفتح بي وفعت كتبية فيها شداء في تواجب مبالغية أبي لا ترفعوا بأصواتكم جي وكا شدا رفعتوا بتجديد أو يجبوا مبالغي من في قول الأعلم الزيدي قلتنا أعلم الزيدي قلتنا رفعتوا أشتري تمامي بيجم وأخرني ذهري زماني من فاجر داية وقدم محشرا إنك داية فيشيك دايكي على أنهم لا يعلمون وأعلم أو نزان وزنامة زمان باش داي وأحمق جهلة باش داي ومز أفلح الجبال وأيقنت أنني تمي زمانك جاهل أفلحت أفلح الجهال والجهلة كدنا فلعي كدنا قضانجي كدنا فلاني وفهم كلكو أد أنا الميم أزميم يعني ميم إنسان اللي قلاش لي ليه ويا زوري جي قلاش به ليه ويا زيري جي قلاش به يا هدو اللي بيجي قلاش به نكال ميمي خبر ده شوف نكال اللي يخب ده ترى أنا الميم والأيام وروجي أفلح وأعلم أفلح يكي ليه با زوري أعلم يكي ليه با زين يعني جهد يا يكي ليه با زوري يكي ليه با زين تقاندية قلاش فيها يعني يا نكالا بميميخ يعني هل يكي بحفتي نكالا خبر ده ايه من ازميم من ازسا يعني انسان كي كنت تكم كسكي وكا من ارنكي من تنانا يعني ازسا انسان اكي وقفعت عيني بالحجاز من شعب يخبرنك الحجاز شعب يخبرنك الى اناث دم بش حجاز شعب يخبرنك بري خطا شعب خطا عليه انت انسانك بالمناقب لوي مملكتي كنافي مملكتي مناقبه ام تشابه خرج تاج حجاد حتى ودر ام تشابه بين اوانتا من وان انسان اتيت از او قمر بكي في شاخد بينم او من ديك زمان ما باش دا دا من كرت تشنك تشتكي ندا من اوان الجالك نبي وان شقن و فلان داري وان تنن او وين مزنو ما مشكور اخو بلي بلي وليس المعنى في هذه القراءة
شاتي يعني دشتي شات رفعتو فيها رفعتو الشدة ويش من بلغية ملي وليس المعنى في هذه القراءة بمعنى دبي قراءة دناوة وأنهم نهوا عن الرفع الشديد يعني بهاتنا من عكرنا هناك جويب بالندايات دجوار زيدا زيدا نبو من عوا جويها تكرن كما تخيلا أن يكون ما دون شديد مسبغ له إذا هو ببي وقت يقول ده نزيد الدجوار بي هو بيجي جوارة شبي رحت بي وسهل بي مقصد بيجي ناوة ولكن المعنى لكن معنى جي أبا يعني نهيهم عما كانوا عليه من الجبلة جلبتي جلبتي نهيهم من عاوناك أما كانوا عليه أو ما يقول سرب من الجلبة طبيعة أو طبيعة وأولد أو دنج رج طبيعة وابو دنج واي بلندبو من الجبلة يا من الجبلة سيدان يا ورا قلب جبلة بنا جلبت قوتي جلبتني جلبت السيدة جلبت بنا جبلة آه نادي ثم الجلبة الاستغفار والخارجي جلبت قرنتي يعني بعرمات جارمان يعني آياتا وقت يقول بيخنبر صلى الله عليه وسلم مثلا أو ذكر آياتي خديج وارد خندن واجه وقصة قربالتك ودنجي خو بلند كل آيات جلبة أوا نجبلتا جبلت أوا جبلت يعني قرلتي قربالها جلبة 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 قرلت واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون وجفادة أزيدا في خمر عليه الصلاة والسلام يشتي بذكر يعني جوي قيريني أخو جوي دنجي وانيو نخوش بقول في خمر صلى الله عليه وسلم بير حسس كرن أزيد داني دا وعن ابن عباس عبد الله كري عباس خداش رازي بيد بنزل نزل في ثابت بقيس بن شماس بأب آيتها در حقي بنادى نازل ويا ثابت كري قيس كري شماس وكان في أذنه وقر دبي دكهي ويدا جراني هبو دغ نتشيدا وكو كربوني هبو وكان جوهدية صوتي ودندي ويجولو بلندبو يعني وقت بقيرين بو وكان جوهرية صوتي جهورية جهورية لو جهورية صوتي دندي ويولو بلندبو قيرين بو وكان إذا تكلم دبي أب ثابت يقول قيس وقت يقول تشتغلي رفع صوته دنجي خب بلند كر وربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جاراجي بيخنبري خديرا خبر دا فيتأذى بصوته بيخنبري ما أزيد بدنجي ويناكي يعني يقول له دنجي نخش خب يعني يقول دنجي خبلو بلند كر بيخنبري جوي دنجي وي بلند أزيد ديد سيدا إنساني كار جبو قدينا شي دنجي خب بلند كر أو شغي تينا رأى بالي ويشي يا جوي أزيد وعن أنس أنس كري مالك خداش رزبت بأن هذه الآية لما نزلت فقد ثابت بأب آيتها وقت يقول نازل بو ثابت إذا وندى بو هوها تخذرا في خمر صلى الله عليه وسلم إذا فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمر ما برسا بيكن وشما خياناكي كان كوا فأخبر بشأنه ورابو مثلا في خمر مرة دروما يقوتن ولا وقت يقول أبا آيات نازل بويا ودنجي ويجي جبو قو بلندا جبو هيكي ناي فدعاه في خمبري مصر صلى الله عليه وسلم قازي كريدا فسأله برسي سوال جيكر فقال يا رسول الله وشمت خياناكي شمت ناي ويا رسول خدا لقد أنزلت إليك هذه الآية وأب آيتها نازل بويا لسرتا وإني رجل جهير الصوت وأجي إنسان أكيد دنج بلندم فأخاف أن يكون عملي قد حبط فجاء أسترسهم قلت دنجي مني بلندا وأزدي دنجي بلند خبر دن وعملي من تبو شري بيهودهري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمبري مش ثابتي كري قيس قلت لست هناك قلت نجويناكي تنجوى يبو عملي وانهري
إنك تعيش بخير في عشمش ببي بخيري وتموت بخير وتنسر خيري بمري وإنك من أهل الجنة ومحققت أهل جنتي مستحق جنتي في خمبري صلى الله عليه وسلم سيدا وأما ما يروى عن الحسن أو ما تشتيقوش حسن بصريها هي الرواية كرم وتي أنها نزلت في من كان يرفع صوت من المنافقين فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بأبا يدر حقي ووائق جمنافقة قد دنجي خمسة دنجي في خمبر عليه الصلاة والسلام خصنا فمحمل له أبناك نممكنا وخطاب للمؤمنين بني فمحمله ولا هي خبري بيته فمحمله والخطاب للمؤمنين على أن ينهى المؤمنون ليندرج المنافقون تحت النهي ليكون الأمر أغلظ عليه وأشق أوصى بجاه فمحمله حملة بآيتها ومسألة خطابة بآياتي جمع من آية سنة محملة ما روية يروى عن الحسن أنا أتشتغ وحسنة بسيطة قلت در حق منافقات قلت دنجي خمسة دنجي في خمبر عليه صغط وسلم خصنا على أن ينهى المؤمنون وورنا نهي كرين ورنا منع كرين مؤمن ليندرج المنافقون تحت النهي جبوغا أم منافقش بكبنا بن ذي منع كرنا هذا وهم شما قدي تعالى بحثا مؤمنا كريا بحثا منافقانا كريا ليكون الأمر أغلظ عليهم جبوغا أم سروان دها دجوار تربي وأشقة دها زحمة تربي يعني جبوغا له قدي بحثا منافقانا كريا بحثا مؤمنا كريا ليجبوغو بن فين هي هذا منافقش بكمنا بن ذا يعني افتح عمل كلها سبب معناي ها او شغل المخاطبه بين اياته تحميله على ان ينهى المؤمنون ليندرج المنافقون تحت النهي ليكون الامر اغلظ عليهم واشق يعني خداش من اراد به من اوان نكدمك منافق من شو قرا قرا هيش ايش بهويل النهي بهويل النكد فيس الخدي تعالى وانا مخاطبه وقيل كان المنافقون يرفعون اصواتهم ليظهروا قلة مبالاتهم وقيلك قلتيا هب المنافق دنجي خبلين كرم ليظهروا جبوك بدنا في بدنا شكرا كرم قلة مبالاتهم يعني قوز قيمة ناس اندكي ددنا في خنبر عليه الصلاة والسلام ويبدنا شكرا كرم جبونه دنجي خبلين كرم وفيقتدي بهم ضعافة المسلمين جبوك اللي دوفوان هرنجي ضعيفة مسلمانة جوك وابك انك قلتيا جي اذا قيلي قلتيا إذا كان قيل لك وكاف التشبيه يعني يقول خداي تعالى بولا ترفعوا أصوات فوق صوت النبي كجهري أو كافا كجهري وكافا كافا تشبيه في محل النصب يعني محل خدا نصب منصوبة يعني هيك معنى أي لا تجهروا له شكرًا لكن في خمبر جهرا شكرابونك مثل جهري بعضكم لبعض وكش كربونا هنا كاجواج هنا كارا ولو بيخمبر شكرا خبرنا ذا وفي هذا يعني دبي آياتنا سيدا أفكار صفة موصفة كمعروفة كجهرانة دبي صفة موصفة كمعروف أفجهرانة مفعول مطلقي حقيقية مفعول مطلقي جبو مفعول مطلق الكاف مفعول مطلق بجاسية شمكي لا تجروا مثل جاري أو كجار ملي ملي وفي هذا ذي مثلا آياتي إذا قم بيجي كافات شبيه محلية منصوبة وهالو يا أنهم لم ينهوا عن الجهل مطلقا يعني تمامتي من عاوى نهت يكرين قشكرة خبر ذن حتى لا يسوغ لهم حتى قب كيف من الجوار نجاز به أن يكلموه قب يشتغل في خمرة إلا بالحمس والمخافتة يعني إلا بست بست وبدزي وإنما أنه أنجا خاتنا منع كرين عن جهل مخصوص مقيد بصفة جويش كربونا قو هاتيا مثل بوصفة كي هاتيا خاص كرين قو أوتشيا أعني الجهر المنعوت
او شكربونا ولو نخش بمماثلتي نو نو المنعوته سيدا عفوا الجاره المنعوته اي الموصوفه بمماثلة ما قد يحتادوه منه فيما بينه. أو صحيح. منعود معنى موصوفة يعني أو شربونا نفخ. مانا. أو شربونا قو مثلا أو وصفة قو خاص قو ودو شكرا خبر دان قو تمثيل كري قو قو خسرنا عادت نابا خدا قو بهبر خبر دان ها أو ناكيا وهو الخلو أو جي قو فالا قو دفشت غاليا وادا من مراعاتي وبهة النبوة يعني ورعاية مزنات هيبتها في خمبرتي وجلالة مقدارها وقدر مزناتها في خمبرية قتيدة تنبو وقتيد نابا هبدا خبر دان يعني هيبتها في خمبرتي وقدر قيمتها في خمبرتي اشتغل يا وادا نابا وادا تنبو يعني وقتيد هات نابا في خمبرتي قد دنجي خو بلندكن عني وقو قد نابا خد خبر دان دي سلو خبر دان وانحطاطي سائل الرتب وكفى انسان يقول مثلا رتبه وان كيما بتشوشكل قربا خبر دان وللبا في خبر جي خبر دان اذا بخذ تعالى منع النهي واكر وان جلت عن رتبتها ولو تشقاس او ناخو ما جلت عن رتبتها تشقا او نام مصدر من جوير رتبيجي مثلا ديسا دنابا خدا ولو بتشوك خبر دان ولو بس هبدو بتشوك كل شو وان جلت فعليك شيء يعني او مثل ديما قوم حيطات سائر الرتبي تمام دقيقي كات شو رونيش تلو انا اشتغل تام شي بو وهو الخلو من مراعتي وبهة النبوة وجلالة مقدارية وجلالة مقدارية وان حيطات سائر الرتبي تمام بلي وان جلت نوصليا وإن جلت عن رتبتها دقلقو مثلا بيخمبر دها مصدر بود جوير رتبا قود خصني ده شو يعني يعني قو بيخمبر صلى الله عليه وسلم نبيبو وقدر قيمتي بزحبو وانا ابنا جيد خص جوير رتبي جوير مزناتي جوير عظمتي سيدا ملويسي تشكيبشي وهو الخلق من مراعات أبهة النبوذ وجلالة مقدارية ولا سيدا يا إيكي كلموي نظر إلى تخصيص الذكر النبي في قوله الضمير في اعتاده عائد إلى ما في استقرار هذا ومن وجد بيان والضمير فيه للجهل أي للجهل المتابع لما يعتاده فيما بينه الاعتزاء على مسلم كلنا بينهم وهو الخلو من مراعات أبهة النبوة وجلالة مقدارها وإنحطاط سائر الرتب وإن جلت انحطاط تمام الرتبة ولو تشقى مزمجي من حط عن رتبتها جرتبة نبوته يعني الرتبة وان تشقى مزمجي جرتبة بيغمبرتي كتير Evet, sürütmekin kıpkıyor Osman Peygamber. Yani emrin uzama, kibara, filan, beyan, cemman, ava, ava, tekele, bey, haberdani, usul, evin, ava, adeten. Çıka insan mezun bin, cibra mezun bin, zürbütme nebi teyke min. O çıka peygamber yerim, tabi zürbütme peygamberi mek öptün. Yani nagi ne, ne kişine rütbe peygamber aleyhisselatü vesselam. Seyda, atfı ve inhitati, atfı bu sebep إيه سيدا وإن حطاط إيه سيدا للنرى وإنما نوع عن جار مخصوص مقيد بصفة أعني أو جاركم مخصوص مقيد بصفة تشيء الجار المنعوت بمماثلة ما بمثل ما قد احتادوه كرنا عادت هو وجار منه جوي جاري عادت وما جوي جاري فيما بينهم نا بينهم وهو أوتشبه أو كلمش عادت الخلو من مراعاة أبهة النبوة والجلالة المقدار وخالية رعاية أبهة في عمدي نبوة وجلالتها خالية أبهة النبوة وجلالتها مقدار النبوة وإن حطاط
وانحطاطي سائر رتبي وانحطاطي سائر رتبي وان جلت ياخذ اليوم بالتراكيب هنا وانحطاط سائر رتبي وان جلت انحطاط هون على رتبتي يجب طبعا دلوقتي انحطاط ها وانحطاطية بمماثلتي ما قد احتاد منه فيما بينه أبي أعطى بسر من مصرتي وأبكي شوية يفعل نفس من مصرتي وأبكي أدرم شو شده دبكي وهو نوع عن جار مخصوص مخيد بصفة أعني الجار المنعوت بمصرة ما قد احتاده وبمصرة ما قد احتاده وبإنحطاط سائر رتبي سيدان رتبي از معنی که بدمه عطاب سر ابهت باکه و هو الخلو من مراعات ابهت النبوتی و هو الخلو من مراعات انحطاط سائر الرتب و انجل العمر بتی از غلام تمت چیش که ابنه من ملتحطان یرتا گو داری که بنه من یعنی ری رعایتا بیچتی ناکن ها رعایتا عظمتا نبوتی جناکن رعایتا و تمام الرتبه قدم که اثر من اثر سجدي وادبه نكمل و الخلو من مراعاه ابهه النبوه وجلاته وهو الخلو من انحطاط صار نعم او صنم بجانب من عين جوكم معناك بنوبه وهو الخلو من مراعاه خالية مجرى مريعات ابهة النبوة وجلاتي مقداريا بهاتيا جريعات بهاتيا نبوة وجلاتا مقدار خالي و ازولم تمام الرتبة تمام الرتبة جلال البر جراعات انحطاطا ازولم دقيقي جلال تمام الرتبة لبر رتبة النبوتي شقار رتبة مزم اللي بر رتبة نبوتي دقيقي يا زلمة تمام تمام دقيقي يا زلمة تمام ابني تمام رتبة شقار مزم بن اللي بر رتبة بيرمسام جرك كيم بن جرك كيم بن ابي رعاية ناقد خدا جوان دو خوزك ابي رعاية بكن رتبة وشقار مزم بن جرك رتبة والبر بيرمسام كيم بن ابي رعاية لكن قرب يا رعاية بكنا يعني شو بني وهو الخلو من مراعاتي ابهة نبوتي وجلال مقداريا وهو الخلو من مراعاتي انحطاط سائر الرتب وان جلت عن رتبتي عين المصاب ازي انا الاطر كيش بنير اما كرب كد ام باش اشكار اللي بنير تمام ماني كرب كم أن تحبط أعمالكم. أما منصوب الموضوع أب آيتها هناك يعني ضد موضوع خدا منصوبة على أنه مفعول له أو تحبط مفعول له يا. وفي متعلقه وجهان يعني خاخب كوبا دقري متعلق إيفا دو وجهان أحدهما يجي أن يتعلق بمعنى النهي وبمعنى النهي إيفا خب قري بمعنى يسيب وإنتهو يعني هنجي فيكون المعنى انتهوا عما نهيتهم عنه من عاخب كيف يشتبوا من عاخب جبوت من عاخب جيب بكن نكن لحبوط أعمالكم يعني جبوت ترسى قوي عملي وبوشري وبيهودهري أي لخشية حبوطها جترسى قوي عملي وبشوطيها لبوش إن جيوا على تقدير خطرة بجملة حبوطي أعمالكم
قد بدا حبوت بريحة فيه يعني بوردا قد مضاف بريحة فيه لسا تقديره حتى مضافية ماني قد ما جينا دي ده هالو هيا قد مضاف هالي حس فيه ماني وقد معنى النهي قد مثلا زي بيجم متعلق بمعنى النهي بابي كقوله تعالى وكد في آيانا قلت يبين الله لكم أن تدلوا وقلت له بمعنى معنى فعلي بخد قري ومثلا سر حصفة مضافية والثاني وجه دواج وهرد وجهة أن يتعلق بنفس الفعل ومثلا بيجا زي بجم أن تحبط أعمالكم بنفس فعلي بخبر خبر قري إن جوي وعدي معنا وقول فعلي بخبر بي نم معنا نم معنا فعلي ببي يعني قول تدي بصريد متعلق فعلي بيا وقول في متعلق معنا فعلي ومثل اسم فعل واسم مفعول مثلا مصدر وقت يبغى بيجي فعلي بخبر خد قري وإن جوي يكون المعنى معنا وهاشي بي يعني أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل حبوطي وأنهم هناك نهو هاتنا منع كرن عن الفعل الذي فعله جبه كرنا وفعلا قو كرنا جبه شو من عواها تكرن لأجل الحبوط جبه هو عملي وبوشنا شيء لأنه لما كان بصدد الآداء إلى الحبوط دبي جبه قو أو فعلا وناك دبي سببي قو مثلا عملي وبوش شيء جعل كأنه فعل لأجله هل وكي او كرنا واناكي جبو بطال كرنا عملي وا او فعل كرنا من عفو كرنا وكأنه العلة والسبب في ايجاده على سبيل التمثيل وهل وكي قو مسا علة وسبب دي ايجادة منع كرنا دا ومن عفو بكن على سبيل التمثيل لسر سبيلة خده تعالى مثال جمرة دايا قلت يدنجي خبب النكن جبو بو عملي وا بوش نشي كقوله وفي آيات هاشم أن يكون لهم عدو سيدا إيه؟ لفان درا وأم تحبت أعمال الورد ما خش فإن قلت أشخو بايت السري وده فإن قلت أو أو ده بسا دي أبرا تام كش نبو سيدا تمام كدر شي نبو إذي سأجي أم تزي أعمال ورد بسكرين كي قوت كاريست بيجور جبين تمام أبران تحبت أعمالكم دا بيقوتني وأنبياء درخن أنبي سورنا كل أبرا درخن أزوان أشتاب قوين عباري سيدا أندرا صادجة بلي بير صفات لا قايت لي özel bir öz perdeden konuşma tarzı yakla yasaklanmıştır. O da kendi aralarında alışkanlık haline getirilmiş oldukları yüksek sesle bağıra çağıra yaptıkları konuşma tarzıdır ki bu nübüvvetin azametini ve onun kadrinin yüceliğini dikkate almaktan ve ne kadar yüce ve değerli olsa da diğer rütbelerinin nübüvvet rütbesinden düşük olduğu anlayışından uzak olmasıdır. اذكر ابتدائي هاتش تفوت ابتدائي كرا ازولان ازولان از عربي قصيدة نظام مجيز هر تركي قصيدة زانم مني دوال كلمك دي الحمد لله من مكتب قارو قلنا ازولان بني او ازاقلاشتر مهاية بني كوچه خلو او خلو دا سر هر دي اشياء مني خلو دا سر هم يعني عدم رعاة خلو هم دا سر أبت النبوة أم دا؟ الخلو من مراعاة ذحة النبوة والخلو بجم انحطاط نابة وصا نابة أو جوي خلوة عدم مراعاة وي من مراع رعاية ناكن قرى رعاية بكن وي قرى رعاية بكن ورعاية ناكن تمام الرتبة يقول بر رتبة في السلام قرى كم حسابك إني أجب يا خالية ها أبي ليش تيجي رعاية كنا يا خالية إيه كنت يعني أبتش وادا تنا يا كنت أجر بدي بير خلوه تاني والخلوه من إن حطا صاير وتبي إيه أبي شو مصه شو جرى وصبيا
بيا رعايتنا كنا تمام يا زولان. اول من مجوره ابيض يتكرر والتركيه وجبنيرم اصابكم الله غير كثير اصابنا بريم